وقوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل يا محمد لهؤلاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل أولو كانوا، يعني ولو كان هؤلاء الذين اتخذتموهم شفعاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أتتخذونهم مع عدم ملكهم وعدم إدراكهم؟ فإن قالوا نعم فهذا هو محض الخبل والجنون. كيف تطلب الشفاعة من هؤلاء الذين لا يملكون مثقال ذرة، ومع عدم ملكهم ليس لهم إدراك ولا عقل؟ فيكون جواب لو محذوف، تقديره: أتتخذونهم مع ما فيهم من هذه الصفات؟